أكد مدير دائرة المسابقات في اتحاد كرة القدم شهاب أحمد أن اليوم الاثنين سيشهد اجتماعا للدائرة في مقر الاتحاد يخصص لوضع التوقيتات المناسبة لإجراء مباريات الدوري الممتاز في شهر رمضان المبارك. وأضاف أحمد أن الاجتماع سيخصص لمناقشة طلبات عدد من الأندية التي ترغب بإجراء المباريات بعد العاشرة ليلا والتي تتوفر في ملاعبها الأضواء الكاشفة، فيما تنتظر ما يمكن أن تقدمه الأندية الأخرى من مقترحات بهدف توفير أفضل فرص الراحة للاعبين وبشكل يضمن ارتفاع مستوى الأداء الفني في الشهر الفضيل، لا سيما أن الأجواء حتى الآن طيبة وتعد مثالية لإقامة المباريات ما بين 5 و7 مساء فيما يتعلق بالأندية التي لا تتوفر لديها إنارة ليلية.